أعلن ولي العهد محمد بن سلمان الاثنين أن مشروعاً جديداً لنظام الأحوال الشخصية سيطرح برفقة 4 مشاريع أخرى على مجلس الوزراء لدراسته ومراجعته قبل أن يحال إلى مجلس الشورى ويصدر. وقال الأمير محمد بن سلمان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس إن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة وتعزز تنافسية المملكة عالميا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة. وأضاف إن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي تستكمل دراسته يعد أحد 4 مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن، معتبراً أن مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات التي ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة. وأشار محمد بن سلمان إلى أن غياب تلك التشريعات كان مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر لا سيما للمرأة ومكن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية.